خلونا نبتدي اخبارنا باللي احنا بنتعامل معاه وشايفينه دلوقتي، وحاله الجو طبعا الصعب قوي، وشايفين عدم استقرار في الاحوال الجويه، منخفض السودان الموسمي اللي كانت حذرت منه هيئه الارصاد الجويه، وشايفين طبعا هواء وفي رمله وتراب، ووصل الحد كمان ان في عواصف رمليه في بعض المناطق وبعض المحافظات، وبالتالي المساله دي انعكست بطبيعه الحال على انه في صعوبات بالنسبه لان الناس اللي عندها مثلا مشاكل في التنفس، الناس اللي برضو عندها حساسية في العين، القيادة برضو في الظروف الجوية الصعبة دي بتستلزم مننا ان احنا نكون حريصين ويبقى السرعات برضو معقولة علشان نقدر نتحكم في العربية مع الهواء الشديد اللي بنتعامل معاه. الهيئة العامة للأرصاد الجوية بدورها وجهت عدد من التحذيرات العاجلة للمواطنين عشان ازاي يتعاملوا مع العواصف الترابية والرملية. في مقدمة النصايح دي ان احنا نمشي بعيد عن البيوت وعن اللوحات القديمة يعني واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة، وكمان الهيئة نجدت مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر إن هم بقدر الإمكان يفضلوا موجودين في البيوت إلا لو كان في داعي يعني للنزول، كمان إن احنا نقفل كويس قوي ونخلي بالنا الشبابيك الأبواب فتحات التكييف كل ده يعني نخلي بالنا عشان نقلل من فرصة دخول التراب لبيوتنا. فيما يخص طبعا القيادة لازم القيادة تكون بحذر شديد على الطرق خاصة الطرق السريعة لأن مستوى الرؤية منخفض بشكل كبير، عشان كده إدارة المرور استعدت هي كمان للموجة دي على الطرق والمحافظات، ونجدت المواطنين إن هم يتوخوا الحذر، منع السرعات أثناء القيادة بسبب زيادة الرياح المحملة بالأتربة، وكمان المرور بيقوموا بتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على كل الطرق، تواجد مروري مكثف تحسبا لأي طارئ لا قدر الله، والإخطار طبعا بشكل مباشر مع غرفة الإدارة العامة للمرور وأرقام الإغاثة السريعة. على مستوى حركة الطيران، مطار القاهرة أكد النهاردة إن الحركة الجوية ماشية بشكل طبيعي على الرغم من حالة الجو، وانه ما حصلش فيه يعني اي تأخير، عمليات الاقلاع والهبوط منتظمة بالمطار، ما فيش اي تأثيرات الحمد لله على الحركة الملاحية، وان سوء الطقس ما اثرش على حركة الطيران، وزي ما بقول لكم الموضوع ماشي بشكل منتظم.